السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حالي طيب الحمد لله. أدام الله، أحبكم في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا بارك الله فيكم، ما القول في تأخير صلاة العشاء؟ والله أختار أن وقتها يمتد إلى الفجر، وأن وقت الاستحباب لا يتجاوز منتصف الليل. يعني الأفضل أن نصليها قبل منتصف الليل، صح؟ طبعا، والأفضل أن نصليها مع الجماعة الأم، والله أعلم.